السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين وتكون صحتكم مزيانه. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نخصوا الهضره على لي فيستي لا فاكولتي دي سيونس تكنيك. بالنسبه للناس اللي مسجلين فيها فغالبا ما غاديش يكونوا عندكم بزاف لي زيدي على هاد لا فاكولتي هادي. بالنسبه ليا غادي نعطيكم جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوها. واول حاجه غادي نبدا بها علاش لي فيستي ولا شنو اللي كيميزها بالنسبه للي فاكولتي الاخرين بحال لا فاكولتي دي سيونس. ما كيكونش فيها لا براتيك، يعني مثلا ملي كتمشي شي اونتربريز انت كموظف عندها كطلب منك لا براتيك، ما يمكنش انت تكون تكنيسيان ولا انجينير وما عندكش لا براتيك اللي هو التطبيقي. خصك تكون تعرف تطبق داكشي اللي قريتيه. داكشي علاش كاين التي دي والتي بي، غادي نهضروا على هادشي من بعد. دابا غادي ندوزو لا دوزيام دي شوز اللي هي الشعب المتاحه والتعريف بسيط لكل شعبه. الشعبه الاولى اللي هي ميب اللي هي مات انفورماتيك او فيزيك. هاد الميب هادي هي اصعب شعبه تقريبا. علاش؟ نظرا لان العدد كبير ديال الطلبه كيدفعوا ليها. ثانيا نظرا للضغط ديال البروغرام ديالهم. ما غاديش نقول ان بي سي جي و جي و جي ام حتى هما صعاب، ولكن ميب فيها شويه ضغط زايد. الميب اللي بغيت نوضحها لكم ببساطه، فالناس اللي كانوا دايرين سيونس مات تقريبا اغلبيه ديال الدروس غادي يشوفوهم في العام الاول ديالهم، ولكن في العام الثاني غادي يبدا داكشي يتبدل عليهم. بالنسبه للناس ديال بي سي ما غاديش نقول لكم انكم ما غادي ديروا والو. كاينين معنا ناس كانوا سيونس مات ما بينهم انا، وكاينين دي بي سي اللي كيفوتوا مثلا هذوك الناس ديال سيونس مات. يعني كاين اللي كيقرا مزيان وكيجيب. السر ديال هذا الشيء كامل هو لا بريباراسيون في الاخر. غادي نهضر لكم على هذا الشيء من بعد. دابا غادي نخليكم مع التعريف ديال البي سي جي واللي هي لا بيولوجي الشيمي اي لا جيولوجي، وغادي تعرفوا فيها تو سكي كونسير لا شيمي، داكشي ديال العلوم الحيه والارض. المهم اللي داير علوم الحيه والارض غادي تقراو داكشي ديال المناعه، داكشي ديال المهم داكشي اللي عارفين نتوما ديال الميكروب، وداكشي كاملين غادي تقراوه. اكيد غادي تكون شي حوايج جديده عليكم في الاول، من بعد غادي تتاقلموا غادي تادابطاو مع النيفو ديتود، غادي توليو عارفين شنو هما الاسرار باش تخدموا. يعني داكشي دقه دقه وما تبقاوش تزربوا وتقلبوا على داكشي بزاف. خذوا ايده جناحه ودخلوا توكلوا على الله. وكاين جي او جي ام. جي او جي ام قريبه للميب بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي مودول، ولكن عندهم لا ميكانيك والالكتريسيتي طاغيه بزاف. فاحنا ملي كندوزو ليسونس اللي هي الاجازه باش نقراو معاهم في واحد البرونش معينه، هما كيلقاو راسهم شويه زايدين علينا في واحد الماده وحنا زايدين عليهم كميب في مواد اخرى. يعني ما كيكونش داك الوسطيه والاعتدال في داكشي اللي كنقراو، ولكن هذه شي حاجه اللي مزيانه كتخليك تعرف شنو عند جي او جي ام، وحتى الميب كيخليو جي او جي ام يعرفوا شنو عندهم. بالنسبه لهادو هما تقريبا الشعاب اللي كاينين. غادي نهضر على لي فيستي ديال 16، وهذا الشيء راه كنعمو على باقي لي فيستي. كاين واحد الشعبه اخرى غير هي مثلا هذيك ميب كيحيدوا الاي يمكن، وكتبقى ام بي ولا شي حاجه بحال هكا. انا جو ما غابيل با على هاد لي ديطاي هادو، ولكن غادي نهضر لكم على لي فيستي ديال 16 بالضبط. فبالنسبه كيف قلت لكم لي فيستي ديال 16 بحال لي فيستي الاخرين، كاين غير اختلاف بسيط. ثاني حاجه نهضروا عليها اللي هي الافاق. الا مشيت لهاد لي فيستي هادي شنو غادي نربح؟ شنو هو الافاق ديالها؟ غادي نهضر لكم على جوج الحوايج كيديرهم الطلبه. كاين اللي كيقرا عامين ومن بعد كيمشي كيدير الاجازه ديالو، وعاد كيمشي كيدير سيكل دانجينيور يعني سلك مهندس، كياخذ جوج ديبلومات، ها هو بالاجازه وها هو بسلك مهندس. كاين الصنف الثاني اللي كيمشي كيقرا دوست يعني العامين الاولى سميتها دوست في لي فيستي، والعامين الاولى في لافاك ديال القانون والاقتصاد سميتها دوغ، وعاد كاين دوت، هادو مختلفين. المهم قلت لكم ما بين الحوايج اللي مزيانه انك الا خديتي ليسونس عاد مشيتي درتي السيكل. كاين اللي كيمشي كيقرا غير عامين ومن بعد كيمشي كيدير السيكل، هذا ما غاديش يكون خدا الدبلوم ديال ليسونس، واللي غادي يخولوا بزاف ديال الحوايج ما بينهم التعليم. يعني دائما شوفوا الحاجه اللي غادي تعطيكم بزاف ديال الفرص، عمركم ما تحصروا راسكم. هذه دو ا دو دو غادي نهضروا على الدراسه فيها، واش صعيبه واش سهله، واش زعما يكذب عليكم كذاب اي بلاصه جديده غادي تدخلوا ليها كسوا لافاك العاديه ولا لافاك ديال لي فيستي ولا اي حاجه غادي تجيكم في الاول صعيبه. علاش؟ ماشي صعيبه حيت هي فعلا صعيبه، لا، في الاول كيجيكم واحد التغيير بسيط. كنتو في الباك الاساتذه تيأطروكم، كنتو في الباك الاساتذه تيوريكم بزاف ديال الحوايج. دابا من تلميذ انتقلتي لمرحله ديال الطالب، فانت طالب
خصك تعرف باللي راه انت لو كيد ديال راسك، يعني انت المسير ديال راسك. خصك تمشي تقرا، خصك تمشي تبحث. الحاجه الجميله في هذا الشيء هو انه قد ما بحثتي قد ما كتزيد الحظوظ ديالك انك تفوق وتكون parmi les majorons. les majorons اللي هما الاوائل ديال لا سيكسيون ديالك. يعني قد ما انت بحثتي وقد ما اجتهدتي وقد ما بانوا لك بزاف ديال لي تروك، غادي تبان لك بزاف ديال الحوايج وغادي تولي من لي ماجورون. بعض النصائح غادي نعطيهم لكم، واللي هما دائما قد ما بحثتي على المعلومات كون يعني دقيق فيها، قلب ابحث سول وعرف شنو كدير، ماشي نبقى خدام اون الياتوار. انت مثلا انت عندك درس الاول وانت تمشي تخدم التمارين ديالو بلا ما تقرا الدرس مزيان. ما بين الاسرار اللي غادي يخليكم تجيبو مزيان هو الكور، الدرس ديالك ندقو مزيان، نعرف لي ديتاي. حيت البروف، اغلبيه ديال لي بروف اللي قريت عندهم كيركزوا على الكور، بينما التلاميذ كيمشيو كيركزوا على التي دي. والتي دي شنو هو؟ التي دي طرافو ديريجي، اللي هما التمارين. هاد التمارين هادو كيمشي الاستاذ كيعطيكم واحد لاستيغي وكتمشي كتخدمها، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. فانا بدوري كنقول لكم سيروا قراو الكور مزيان، قراو الكور عند هذاك الاستاذ وشوفوا لي بروف الاخرين شنو كيديروا. وراه من الحوايج المهمه جدا خصوصا في لي ماتيغ ديال مثلا المات ولا الفيزيك كيبغيو لي تروك. راه الدرس ما كافيش والتي دي ما كافيش، يعني خصك تمشي تقلب على دوك الاسرار، دوك لي تروك اللي غادي تخدم بهم، دوك المفاتيح اللي غادي يحلوا لك هذه المساله. وهذه المساله ولا كانت هذه شنو غادي ندير، ولا كانت شي حاجه بحالها ضروري غادي تلقى تقارب ما بين الامتحانات ديال البروف ديالك مع الامتحان اللي كدوز فيه انت، وشويه من التي دي وشويه من الكور وما تبقى، اللي هي اغلبيه كتكون بحث ديالك انت. يعني ما فيها باس نطلع لي زيفيستي الاخرين شنو كيحطوا في هاد لا ماتيير لي بروف، المهم دوك لي كيسيون القدامين. ما فيها باس نمشي نسول شي واحد كبر مني يعطيني دي زانفو. خصك تكون ذكي، وهنا في خصك دير ديك القضيه ديال زعما خصني نعرف كل شيء. بحال الا شي واحد مثلا، نعطيكم مثال، شي واحد باغي يقري التلاميذ ديالو، خصو يكون عارف كل شيء. التلميذ الا سولك شي سؤال ما خصكش تحصل، انت تخير راسك انك الاستاذ والتلاميذ باغيين يسولوك، وكتوجد الحصه ديالك. فمنين كتوجدها كتحط واحد الورقه بيضاء كتحط فيها كاع الاسئله المتاحه. كذلك انت وانت كتقرا في داك الكور غادي تحط كاع الاسئله اللي ممكن البروف يحطها. هذا او نيفو ديال الدرس ديالك خصك تكون مهيئ ليه. نمشيو للتمارين، شنو هما التمارين اللي ممكن يتحطوا وشنو هما التمارين المتشابهه اللي عندها احتمال ديال 50% انها تحط في الاكزام. يعني حاجه بسيطه جدا، ما تبقاوش تكثروا الامور تسمعوا دوك الناس اللي كيحطوكم، حيت فريمون كاينين ناس كانوا كيقراو معايا مزيان وكانوا متمكنين وما شاء الله عليهم عندهم ما يقولوا، ولكن نسمعوا الناس ما داروا والو وفي الاخر كانوا من اواخر ولا من الاخرين، يعني ما داروا حتى شي حاجه. فبهذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه النصائح، واكيد غندير لكم واحد السلسله ان شاء الله الى طولنا الله في العمر. هذه السلسله هذه غادي تكون يعني غادي نديطي لكم اي حاجه، اي حاجه غادي نعطيها لكم، كاع داكشي اللي كنعرفو غادي نشاركو معاكم، ما غادي نخبي عليكم والو. وان شاء الله غادي نقلب على لي ليان دكور، حيت في لي كومونتير ديال الفيديو اللي كنت صايبتو هادي دابا 9 شهور الا مشيتو تفرجتو فيه غادي تعرفوا بلي راه قلت لكم غادي نكون حطيت لكم لي ليان دكور. لي ليان دكور اغلبيه كتلقاوهم في لي جروب فيسبوك، دخلوا صيبوا فيسبوك خاص لداكشي ديال قرايتكم نتوما ودخلوا غادي تلقاو لي جروب دايرين بزاف ديال لي ليان. فهادشي ساهل بزاف، ما كيطلبش واحد المجهود كبير غير التركيز وكون ذكي، حيت الا كنتي ذكي كثر ما انك كتعطي جهد في القرايه غادي تكون من الاوائل ومن المتميزين. نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الفيديو مقبل ان شاء الله.